السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي راح تظهر أسفل الشاشة واللي تشوفوها موجودة أسفل الشاشة هنا. تقدرون تتصلون بينا الرقمين بالأعلى للأخوة العراقيين اللي بالداخل من زاخو إلى الفاو، تقدرون تتصلون بينا. أما الرقمين بالأسفل هي للأخوة العراقيين أو الأخوة الأشقاء العرب اللي ساكنين من الخليج حتى المحيط، أو العراقيين ساكنين في دول المجر. نتمنى تتصلون بينا ونعرف آراءكم حول المواضيع اللي راح نطرحها لكم اليوم. إذا عندكم موضوع ثاني تقدرون تطرحوها معنا بالحلقة. واللي ما يقدر يتصل بينا لأي سبب كان، الرقمين الجوا أكو بصفها إشارة واتساب، تقدرون تدزولنا رسالة واتساب مكتوبة، أتمنى تكون متبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقرأها بالدقيقة الأخيرة أو بالدقائق الأخيرة عفوا من حلقة هذا اليوم. نبدأ حلقة اليوم قضية مزار القطارة، المزار اللي وقع على الناس. مديرية الدفاع المدني تقول انه عملية البحث عن المفقودين تحت ركام الانهيار مستمرة. اللي صار باحد المزارات بمنطقة عين تمر غرب كربلاء، وده تسير عملية البحث بحذر شديد خوفا من حدوث انهيارات جديدة، هذا في حال حصول اي خطأ ما. هيئة علماء المسلمين بالعراق قالت انه حادث انهيار تلة ترابية بمزار القطارة بمحافظة كربلاء اللي تسبب بإصابة عدد من المواطنين ومحاصرة آخرين تحت الأنقاض بينهم أطفال، سببه هو الإهمال بتأمين مبنى المزار من التلال المحيطة به. هذا كله يصير وسط غموض إعلامي يحيط بهذه الحادثة المؤسفة. وأضافت الهيئة بتصريح صحفي أنه ما يدعو إلى الاستغراب إسراع ديوان الوقف الشيعي إلى التنصل من المسؤولية والدعاء أن المزار لا يدار من قبله، وأن الأرض المشيد عليها المزار ما مسجلة باسم الديوان أو موقوفة إليه. وبينت أن هذا الأمر يدعو إلى التساؤل حول شلون تمت الموافقة على بناء هذا المزار، شلون سمحوا بزيارة المواطنين إليه، ليش ما حد صرح باسم الجهة المسؤولة عن إدارته، ليش ما حد حملها المسؤولية. المثير بالموضوع واللي خلي العقل يوقف، وجدنا دراسة جيولوجية لرسالة ماجستير بسنة 2014 للباحث رعد محمود عبد الزهرة، تتحدث أن الكتل الصخرية لقطارة الإمام راح تنهار خلال فترة قصيرة جدا، ويجب معالجة هذا الأمر حتى نتلافى عملية الانهيار. لكن الجهات المعنية ما التفتت إلى هذه الرسالة وما جاء بها من تحذيرات. آخر تحديث اليوم صار أنه محافظ كربلاء أعلن غلق المكان أمام زيارة الناس لأنهم اعتبروا المكان خطير وآيل إلى السقوط. خلونا نشوف. ذكرنا قبل الفيديو أنه ديوان الوقف الشيعي مباشرة تنصل بالمسؤولية مثل ما قالت هيئة علماء المسلمين. رسالته كانت بالنص التالي، راح نقرأ لكم إياها الرسالة مثل ما تشوفوها. ديوان الوقف الشيعي بعد البسملة يقول: لقد تلقينا بأسف بالغ خبر انهيار تلة ترابية بمزار مقام وقطارة الإمام علي عليه السلام في محافظة كربلاء المقدسة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين ومحاصرة عدد آخر داخل المقام. إننا إذ ندعو الله سبحانه وتعالى لشفاء المصابين وإنقاذ المحاصرين بسبب الأنقاض، نود أن نبين أن المقام أعلاه لا يدار من قبل ديواننا، وأن قطعة الأرض المشيد عليها المقام غير مسجلة باسم الديوان أو موقوفة إليه. لذا ندعو الجهات القائمة على إدارة وخدمة المزار اتخاذ الإجراءات اللازمة وتكثيف الجهود بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنقاذ المحاصرين ورفع آثار انهيار التلة الترابية ومعرفة أسبابها لمنع تكرار ذلك. هذه كانت نص الرسالة اللي نشرها ديوان الوقف اليوم بعد الانهيار اللي صار في مزار القطارة. لكن السؤال اللي ينطرح هنا، شلون انبنى ومنو وافق على البناء ومنو يدير المكان ومنو المسؤول عنه وشون صرحوا بزيارته والناس شلون عرفت به، هاي الأمور كلها ويطلع لنا اليوم الديوان ويقول أنا ما لي علاقة
مو إلي هذا المكان. الناس لما شافت اللي اليوم صاير بالمزار علقت على هذا الموضوع، ومن منصة فيسبوك جبنا لكم التعليقات التالية. سيد كرار الجابر يقول: المسؤولية الشرعية والقانونية تقع على عاتق الوقف الشيعي، تشييد عشرات من المزارات الوهمية تحت أنظاركم بلا أي رادع، يجب إغلاق جميع المزارات الوهمية لأنها خديعة وإهام للمؤمنين، عبارة عن دكاكين للتجارة باسم الدين. وثكريات الجليل: إذا ديوان الوقف الشيعي لا يدار المزار من قبلهم الموجودين بإدارته، من هم؟ وما هو سبب تخلي ديوان عن هكذا مزار؟ هل أصول المزار وهمية أم هناك سبب آخر؟ مرتضى الذبحاوي يقول: إذا غير تابع لكم، وين متابعتكم عن المزارات الوهمية؟ إن كان القطارة وهمية حسب تعبيركم. وآخر تعليق عندنا حسين شناوة: إذا ما تعرفون المن ملكية الأرض ومنو يديرها، شنو شغلكم وليش ما تم مقاضاة الإدارة؟ شو اللي يبيع ملابس على الرصيف تحاسبوا، أما بناء مرقد عادي ما تحاسبوا، ولو بيها إيراد وتتقاسموا تتاجرون باسم الدين. فكانت هاي التعليقات اليوم حول قضية مزار القطارة اللي سقط على رؤوس الناس وانحصرت الناس تحت الأنقاض وأدى إلى إصابة وضحايا داخل هذا الأمر، والأمر كله ويطلع عنا ديوان الوقف الشيعي ويقول أنا ما لي علاقة، ترى هذا مو تابع لي. أنتوا شلون تتابعون هذا الموضوع؟ عبد الرزاق من بابل، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. استاد أسد من المحزن والمعيب. نعم. يعني مثل الوقف الشيعي اللي يدير المزارات اليوم يتنصل، يعني هذا دليل على ان الوقف ومن يقف وراء الوقف كلهم كذابين ودجالين حقيقه، لانه انت تنصلت عن هذا الشيء، هو مو امس، يعني صار السنوات وانتم تدعون للزيارات هذه للناس لهذه الاماكن اللي ما انزل الله بها من سلطان. يعني ما لها اي حقيقه. انت جاي تشوف الدجل والجهل اللي جاي ينتشر بالمجتمع العراقي او المجتمع الشيعي بسبب هذه الحوزات الدينيه، بسبب هذا الوقف اللي باك ما باك، الوقف الشيعي يا استاذ أفعل الاختلاسات مالته والسرقات اكثر من كل السياسيين، لكنه مغطين عليها بسبب الاحترام للمذهب والمسميات هذه اللي باقوا العراق. يعني مزار ما يعني ما له اي حقيقه، ما له اي قيمه. انت تدعو الناس الى بعدين تصير الحادثه تتصل وتتنكر. هذا المفروض كل المزارات تلف. انا بالوقت نفسه خلينا استاذ اتل احيي دوله الكويت لموقفها المشرف لغلق الحسينيات، لانه هذه الحسينيات جلبت كل الجهل، كل التخلف، كل الدجل للشعوب، لانه اللي يعني يلقون المحاضرات من على المنابر بين ينقلون الصور الحقيقيه، ينشرون الكراهيه بين المسلمين، الحقد بين المسلمين، فالمفروض هذا تتوقف. طيب استاذ عبد الرزاق، استاذ عبد الرزاق، اذا ردنا نفكر ونقول نآمن اللي ده يقوله ديوان الوقف الشيعي صحيح انه هذا المزار ما تابع لهم، ما موقوف لهم، زين هاي السنين اللي انبنى بيها والمبنى وشيدوه والناس قامت تزوره، شو ما حد يشوفه؟ اداره المحافظه ما تشوفه؟ القوات الامنيه ما تشوفه؟ زين هاي السنين اللي مضت عليه وهو مبني والعالم تروح وتطب وتطلع، ليش سكتوا عنها واليوم يلا طلع هاي القضيه وقالوا ترى هذا ماكو شيء؟ قلت لك استاذ اسد بالبدايه كلاماتي، قلت لك هو هذا مو يعني صار له يوم او يومين او سنه او سنتين، صار له هذا سنوات من مبني. هو انا ليش سكتوا؟ الناس سكتوا لانه حتى يدفعون الاتهامات عن انفسهم. استاذ اسد دوله رابعين ويا ابليس حقيقه، خليني اقول لك او اكثر من ابليس صاروا، وبالاخص الوقف الشيعي واللي يدعم الوقف الشيعي، ناس يعني جهله، ناس نشروا للفساد والتخلف بين الناس. يعني هسه اليوم المواطن العراقي يبان عايش في الصرفات والانتخابات واحنا بالقرن 21، يا اخي المفروض هاي تتوقف، تتوقف والغاء هذه المنابر اللي جاي يعني تنشر الحقد بين المسلمين والكراهيه. نعم. واللي يعني كل
احنا تحياتي لك سابق. نعم شكرا شكرا لك استاذ عبد الرزاق. ننتقل الى ملفنا الثاني عن قضيه الفساد والفاسدين واستمرار تراشق الاتهامات بين السياسيين وشركاء العمليه السياسيه وفضح الفساد بيناتهم. قبل كم يوم نشر فيديو الواحد يقسم على مصحف بان يكون وفي وطوع امر احمد الجبوري ابو مازن. اليوم نفس الشخص اللي هو محافظ صلاح الدين يعلن محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري انسحابه من حزب الجماهير اللي يتزعمه أبو مازن، وتوعد عمار جبر بهذا الفيديو بكشف المستور والحقائق وبعض الشخصيات الفاسدة اللي نهبت المال العام حسب ما هو قال، ونشر على صفحته بمنصة تويتر تغريدة يطالب بها توفير حماية دولية إليه والعائلته، لأن ما اللي راح يحكي أو اللي راح يقوله سيؤدي إلى انقلاب الأمور مثل ما هو يقول رأسا على عقب. خلونا نشوف. إلى أهلي في محافظة صلاح الدين، تسلمت زمام المحافظة لكي أعمل وأخدم، ولكن في هذه الفترة السابقة كانت للتجاذبات والإملاءات السياسية الأثر السلبي الكبير على الخدمات المقدمة وعلى القرارات المتخذة، وهذه التجاذبات تارة تجعلنا نتخذ قرارا غير مناسب، وتارة تجعلنا نتغاضى عن قضية غير صحيحة، وهذا الأمر يدعوني هذا اليوم لكي أكون صادق وأمين أمام الله وأمامكم بأني أعلن هذا اليوم انسحابي من أي حزب أو أي عمل سياسي، وأكون مستقلا لأعمل كمحافظ لمحافظة صلاح الدين بمهنية وبشفافية، وأبعد أي تأثيرات على القرار في المحافظة غير التأثيرات التي يرضى بها الله والقانون ويرضى بها شعب صلاح الدين. لن تكون هنالك إملاءات علي بعد الآن، لن يكون هنالك تأثير سلبي إلا أن يكون هنالك تأثير إيجابي ومشورة حسنة في هذا الاتجاه. انتم لاحظين السياسيين او اللي ما يسمون نفسهم سياسيين بالعراق، كل ما واحد تعارك عركه يطلع يقول انا جيت دا اخدم، انا جيت دا ادي وظيفتي، انا جيت دا اسوي شغلي، انا جيت حتى ابني البلد، انا جيت حتى اخدم الناس، انا جيت حتى اوفر خدمات. بس لما يطلعون يردون يشلعون. زين قبل وين كنت؟ والناس شافت منك قبل. واحد يروح يسال ليال عمار جبر بالله انت كنت تابع الى حزب الجماهير اللي يديره ابو مازن، ووراها ايش راح تسوي؟ الناس علقت على انسحاب عمار جبر من حزب الجماهير من فيسبوك. جبنا لكم رواد البياتي يقول قبل كان عندك حمايه ليش ما حكيت يعني مشترك وياهم. محمد سامي يقول الانتخابات فاشله من 2003 ولحد الان ما جابت غير الفاسدين والسراق اللي نهبوا خيرات البلد. حجي واصف آل عظيم يقول يعني من شنت محافظ ما حكيت وهسه جاي تهدد كلكم شراكة بكل شيء. وعشتار الموصلي تقول بس من تختلفون تنحل عقدة لسانكم، ومن تكونون متصالحين تتقاسمون ثروات البلد وتقتلون وتنهبون وتسلبون دون أي وازع وبدون أي ضمير. كانت هاي التعليقات حول انسحاب محافظ صلاح الدين المقال عمار جبر من حزب الجماهير اللي يدوره أبو مازن أحمد الجبوري، وأيضا الموضوع الأول اللي أخذناه اليوم اللي هو سقوط مزار القطارة في محافظة كربلاء بعين تمر وتنصل ديوان الوقف الشيعي من إدارة هذا المكان أو تنصل عن المسؤولية بشكل كامل. أبو عمر من بغداد حياك الله. حياك الله أستاذ أسهل، وحيا الله قناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام. حياك الله أستاذ. إحنا لو كل الحكومات المتعاقبة اللي حكمت العراق من 2003 ولحد الآن لو كان يحلفون بصدق ويمين وأنه هذا الشعب العراقي أمامهم لما حصل اللي حصل عندنا من 2003 من كل معاناة الشعب وكل معتاد الشعب وكل النقص اللي قاعد يمر به الشعب وكل الأزمات اللي موجودة
واللي ما قدروا يخلقون أدنى أنه يقدرون يستنتجون من أداه ويكون من أحسن ويحاولون أن يخلقون أدنى ثانية ويصير أحسن وأحسن. كلهم هاي الفساد اللي جرى من القيادات ورؤساء حكومات سلطة الأحزاب. يعني كل رئيس وزراء أيضا أخ قسم على اليمين وقسم بأنه يرعي مصالح هذا الشعب العراقي ويرعي المكان اللي يحكم به ويرعى لازم أنه ضميره أمام الشعب العراقي. فكيف نترجى من محافظ نترجى من مدير أنه يحكم ما هم الأعلى من عندهم؟ حلفه كاذب وحلفه باطل وما طلع من عندهم أي شيء، ما طلع من عندهم أي شيء بشر الشعب العراقي أو أي تقدم أو أي إنجاز أو أي عمل أو أي مشروع يعني فرح الشعب العراقي. فنترجى يعني من محافظ سامرة أو محافظ كربلاء أو محافظ النجف كل هم الدولة يعني باسم الأحزاب وباسم قياداتهم وباسم الميليشيات اللي هي تحكمهم. ابو عمر يعني ابو عمر المشكله يعني التيار الصدري من طور رئاسه الوزراء قام يتهم الاخرين وهم اللي كانوا يديرون الفساد وانا ردت اصلاح وما قدرت، يجي محافظ مثل عمار جبر يقول انا ردت اصلح واسوي وما اعرف شنو بس ما خلوني واني استقل سياسيا وما لي علاقه باحد، يطلع لنا مثلا وزير دفاع يطب للبرلمان ده يحاسبه فلان اخذ مني رشوه وفلان طلب مني فلان شيء ورئيس البرلمان هيك راد مني، ليش هم بس لما يعني يحطوه بخانة اليك يفضح وباقي الأيام هو ساكت؟ أستاذ لأنه أكيد هذول من يخلوه بخانة يعني أمامهم وأمام الصورة، هذا إنسان يعني صورته أمام العراقيين أمام الشعب الشكل وأمام هاي الحكمة وأمام حزة وقيادات الشكل. يعني أنت فرصة للصدر عندك أرجو أكثر من 7 وزارات، وقت بصدر عنده قيادات وعنده وزراء وعنده ناس يعني مكانة عندهم، هذول ما يقدرون يوفرون مجهم وقتده رأس يخطرهم. يعني عندك وزارة الكهرباء وزارة الصحة وكل الوزارات اللي هي ما قدمت فيه يعني كلها تمشي بوامر مقتدة ومطلب من السياسة، يعني ما يقدرون يسوون شيء إذا ما يجي الأمر. فكل هاي الأمور اللي قاعد نشوفها قلة المستشفيات وقلة الكهرباء وقلة الخدمات اللي كلها سبب سلطة الأحزاب اللي هي وهذا القرآن اللي يحلفون عليه لابد أن يجي يوم وجل يوم إن شاء الله يفضحهم، لأنه جديد يعني كل شعب العراقي كل أكاذيبهم وكل عمائلهم كلها باطلة. فهذا يوضع الشعب العراقي عدم المصداقية عندهم وعدم يعني الرؤية عندهم، يعني اللي يحاولون للشعب يكذبون بالحلفان القرآن بس الشعب لا يصدق بيهم لا حلفان القرآن لا يعني عمايمهم ناس باطلة. فما ممكن أن نصدق بعد مثل هيك نماذج بحلفان القرآن لأنه بينهم من أفعالكم بينهم من أموركم بينهم من وضع العراق هذه كلها أكاذيب. فإن شاء الله هاي الحكومة ما زالت على بابل وانبنت على بابل فإن شاء الله بعون الله سوف تتحل وإن شاء الله يكون لنا حكومة جديدة حكومة خاصة للشعب العراقي. وأنا شكرا 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 لك أبو عمر. ننتقل إلى قضية الدرجات الوظيفية الخاصة بميليشيا الحشد من المفسوخة عقودهم اللي وعد رئيس هيئة الحشد فالح الفياض بتخصيص ميزانية خاصة بهم حتى يرجعون إلى صفوف الحشد. اليوم قوى أمنية تابعة إلى أمن الحشد أو جهة أخرى قامت بقمع المتظاهرين من المفسوخة عقودهم من ميليشيا الحشد أمام الهيئة بسبب تظاهرهم قرب الجسر المعلق ببغداد للمطالبة بالدرجات اللي حكوا عنها اللي خصصت لهم حتى يرجعون. مصادر تقول أنه أكو أسماء استبدلت بأسماء جديدة، الأسماء الجديدة اللي جابوها تابعة إلى عمار الحكيم. نفس المصادر تقول أن المخصصات ذني اللي نحكوا عليها سرقت وسرقت من قبل قيادات الحشد وخلوها تحت تصرف عمار الحكيم حتى يشكل ميليشيا مسلحة من 3000 عنصر من تيار الحكمة لضمان موقف الحكيم ووقوفه إلى جانب إطار الميليشيات الموالي لإيران بمواجهته المفتوحة مع التيار الصدري لغنيمة واحدة بس اللي هي كرسي رئاسة الوزراء. خلونا نتابع ان شاء الله. ها هاي الناس جاي تتقاتل هسه على اليمن
علي من والله حسن قانوني حضر حضرتي ما يطلع يقول والله غلط علي. اطلع الناس تحترمك غير تطلع بوجه حسين لو والله نايم بالفياي على التبريد واحنا كاتلنا الحر هنا لي. زين جايينك حسين قانوني جايينك بثلاثة يلا ها اجوك يلا شو تسوي يلا اكرر الهيئة الحشد مسؤولة عن الكدم يسقط مفصول عقودهم يا دولة ود الحشد مو يهود جايين جاي يضربوهم على الهيئة تدخل بسرعة انا شكو واحد شريف بالهيئة شكو واحد يسأل أمول إخوان المنظومين وفصق عقودهم خليجي تواجه أسه يجي راح يصير دام حمي تري ودول كلهم طالع حمي فوق 10,000 واحد لا أحد يستهين بالأعداد والحسين يصير دام تري وكلهم مستميدين يدون رجعة تري حقهم حمي دول هذا ما طول حقهم ليسكتوا عن عمي الحق عم ما طول حقهم ناجي عمد حقهم ودول الجايين الأسامي نشر 10,000 مزيفة محترمات لي فتراجع يشوفون دول قايمين علي صحيح لو واسطات. بجزء بسيط من الفيديو اللي ظهر قبل شوية اللي دي صوره واحد من المفسوخة عقودهم طلعوا الشباب يركضون ويقول لك جوي جوي. ما ذكرتكم هاي الصورة بتظاهرات 2019؟ ما ذكرتكم ثورة تشرين؟ وربطوا منو اللي كان يقمع بالتظاهرات وبالثورة شغلة اللخ يعني نطوا فلوس حتى يشكلون ميليشيا جديدة حتى يأيدون موقف واحد حتى يكون مراعي إلى جهة معينة حتى يدعم هاي الجهة. السؤال هو العراق محتاج بعد ميليشيات؟ السؤال العراق اليوم محتاج بعد سلاح ينشر بالشارع؟ والسؤال الأخ فلنفرض أن عمار الحكيم شكل ميليشيا جديدة تابعة إلى تيار الحكمة المن راح تتبع؟ رواد المواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا على هاي القضية وعلقوا على موقع فيسبوك عندنا نجاح أبو محمد الإبراهيم يقول بويا ادفع شدة حتى يرجعوك تتعين حسبنا الله ونعم الوكيل. عباس الحلاق وحق الله جاي عينون بالعالم بأربعين وخمسين ورقة بدل هاي الناس. حيدر قاطع فضائيين الحشد أكثر من المفسوخة عقودهم كل قائد بالحشد عنده فضائيين خاصين لا مساواة لك عدد ولك عدد وإلي عدد. أما ساهر يقول عمي اتقاسموا الدرجات بيناتهم يبيعونها كل اسم 50 إلى 40 ورقة أو من 40 إلى 50 ورقة. إذن كانت هاي القضية اللي تكلمنا عليها اللي المفسوخة عقودهم والناس اللي حكت عن هذا الأمر الناس العامة الناس اللي ما لهم علاقة بالموضوع اللي ما لهم علاقة بالسياسة اللي ما لهم علاقة بالتصارع اللي دا يصير ما بين الكتل السياسية الناس اللي ما مهتمة بالموضوع هذا يقول لك لا هم دا يبيعون هاي المخصصات أو دا يبيعون هاي الدرجات الوظيفية والناس يقول لك احنا نعرف السعر. وأكثر التعليقات جبناهنا اليوم تقول لك من 40 إلى 50 ورقة وواحد قال لك ادفع شدة. السؤال اللي ينطرح هنا اولا يعني الحشد هم مو يقولون تابع الى مكتب القائد العام للقوات المسلحه هم هيك يقولون ولنفرض انه هذا الامر صحيح انه هو يتبع مو من المفترض انه تكون بقوانين تتبع مكتب القائد العام للقوات المسلحه وينها؟ اضافه الى ذلك القضيه اللي بدنا نحكي بها اليوم ليش القمع مستمر بالعراق؟ شغلة اللوخ أو لا خلينا نحول على الملف الأخير ملفنا اللي هو متعلق بالقمع أو متعلق بقوت الناس. الأمن المفقود بالعراق من عام 2003 ولغاية اليوم هواية حكينا عن النزاعات العشائرية عفوا اللي دا تصير بالعراق بين فترة وفترة هواية ناس هواية ناشطين هواية مدونين وهواية حقوقيين ناجدوا حتى تحرك هاي الحكومة أي ساكن لإنهاء هاي الظاهرة اللي تسبب بفقدان الكثير من الأرواح بسبب الفلتان الأمني الموجود بالعراق وبسبب عدم سيطرة الحكومة واللي اعتبروه هواية ناس أنه هاي الظاهرة ضربت هيبة الدولة بمقتل. اللي صاير بالفيديو اليوم اللي راح نشوفه هسه نزاع عشائري عنيف استخدمت بأسلحة متنوعة خفيفة ومتوسطة بقضاء القرنة بمحافظة البصرة وسط غياب تام
للأجهزة الأمنية. متأكدين هذا نزاع عشائري؟ هذا يذكرني بال 2003 أمريكا لما هجمت على العراق، هذا يذكرني بأي حرب تقليدية بالعالم، هذا يذكر بالحرب العراقية الإيرانية، هاي جبهة، هاي مو نزاع عشائري. الدولة وين؟ الناس همين علقت على هذا الموضوع، خلينا نشوف تعليقاته. داود البصري يقول هؤلاء لا يعرفون غير لغة الرصاص والتعالي على بعضهم البعض. سالم أبو حوراء عبد الله يقول للأسف ضعف الأجهزة الأمنية وعدم تطبيق القانون ومظاهر القبلية والعشائرية والجهل والاستهتار أوصل البلد إلى هذا الحال، ولو ما أتوقع أن الأجهزة الأمنية تعتبر ضعيفة لما تتعامل ويا الناشطين وتتعامل ويا الثوار وتتعامل ويا الناس وتتعامل ويا هواية أمور، بس لما تصير نزاع عشائري ما نشوفها، لما تصير الإطار يسوي تظاهرة ما نشوفها، لما نصير جماعة التيار يطبون للبرلمان ويقتحمون مباني الدولة ومباني رسمية ما نشوفها القوات الأمنية، بس نشوفها بغير مكان، بمجزرة جسر الزيتون وبمجزرة جامع سارية وبهواية مجازر. عادل علي يقول نعمتان مجهولتان، الصحة والأمان، للأسف الشديد فقدها العراق منذ 2003 إلى يومنا هذا، الله يكون بعون العراق للأيام الجاية، بس الله ليستر. أما دريد الشيخ اللي يقول مو حقهم دول الخليج يقولون العراق غير آمن إذا الداخلية والدفاع غير مسيطرة على الوضع، فكيف يحمون الفرق المشاركة في البصرة؟ ده يحكي هنا الأخ دريد على خليجي 25 أنه الدول الخليج تقول أنه العراق مو آمن، شلون ندز الوفود الرياضية مالتنا حتى تشارك بهذه البطولة، وإذا هم محامين المدن ومحامين نفسهم شلون راح يحمون هاي الفرق المشاركة؟ هذا ده يحكي عليه دريد الشيخ. إذا مشاهدينا الكرام كانت مواضيعنا الأربعة على السريع، مزار القطارة وانهيار مزار القطارة وتنصل الوقف الشيعي عن إدارة هذا المكان وينقل المسؤولية عن نفسه نهائياً، عمار جبر محافظ صلاح الدين المقال اللي استقال من حزب أبو مازن وتوعد بفضح الفاسدين وطلب حماية دولية لأنه قال اللي عندي يقلب الأمور، والمفسوخة عقودهم من ميليشيا الحشد وقمع هاي التظاهرة اللي طالبوا بالوظائف اللي قالوا راح يوظفوا لهم إياه، وآخر شيء النزاع العشائري المسلح اللي تحول إلى جبهة مع الأسف. أبو علي من لندن حياك الله. يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما أعرف هي مواضيع هواية، ما نعرف من نبكي، العراق دائما بمحنة يعني دائما من بلاء إلى بلاء. نعم. من وراء هاي الميليشيات الإرهابية اللي مسلطة على رقاب الشعب العراقي. نعم. بالنسبة للنزاع العشائري طبعا يا أخي يشوفون ماكو بلد ماكو قانون، فمن أبنى العقاب أساء الأدب. نعم. ماكو رقاب عمي، ماكو عقاب، ماكو يعني يبوق له مليار واللي يبوق له ألف دينار نفس الشيء، زين لا بس بل اللي يبوق له ألف دينار يطب السجن، واللي يبوق له مليار ها يترفع ويتكرم ويطب إلى البرلمان. نعم. كما مثل الآن اللصوص في البرلمان. بالنسبة للحشد جماعة الحشد، نعم أخي ميليشيات يعني بلد حكمة ميليشيات، زين من يطلعون مثل ما تفضلت أستاذ أفل، يعني من يطلعون الثوار تشرين الأصليين يعني الأحرار الأصالة، لأنه لا. الآن عم دخلوا ناس ويا على أساس عمهم بثوار تشرين دخلوا ويا تيار الصدري، زين الإرهابي من يطلعون يتظاهرون بأبسط حقوق الإنسان يعتقلوهم ويقنصوهم ويكتلوهم. طبعا يعني من المضحك المبكي أنا امبارح شفت فيلم مقطع فيديو حتى عالية نصيف هاي الحرامية طالعة مظاهرات للإصلاح، أنا ما أعرف زين تيار السطلي هماتين الصدري بعرف السطلي هو يطلع مظاهرات للإصلاح، وجماعة الأطار الإيراني يطلعون مظاهرات للإصلاح، عالية نصيف نفس الشيء، زين هو منو باقي العراق؟ خاف احنا بقنا العراق وما ندري يا أخي ما أعرف
سووا العراق هرج ومرج، ما على الشعب العراقي أن يثور. عمي ثور ما يفيدوكم ذولا، ذولا والله يحكمون ألف سنة إذا ما تصير ثورة عارمة. كل الشعب العراقي يقوم على ذولا، ذولا يحكمون ألف سنة. نعم شكرا. حياكم الله. شكرا شكرا لك أبو علي. بس تعليق صغير على 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 قضية النزاعات العشائرية والفيديو اللي طلع ويانا وكمية الإطلاقات اللي موجودة به. أتصور بعد سنة سنتين كل عشيرة راح تسوي وزير دفاع. أتصور اللي دا أشوفه هسه، لأنه تحتاج كل عشيرة وزير دفاع حتى يسوي لهم خطط للنزاعات العشائرية، وتحتاج كل وزيرة كل عشيرة عفوا مفاوض حتى يدزون للدول وللشركات حتى يشترون سلاح ونصير دولة العشائر المتحدة. أبو أحمد حياك الله. ألو السلام عليكم أستاذ أفعل العزيز. حياك الله أبو أحمد من بريطانيا. تحياتي إليك وإلى قناتك الوطنية. أولا أعلق على القطارة، أنت متلاحظ أستاذ أفعل هذه المزارات ظهرت وراء 2003 بعد أن تم تقسيم وزارة الأوقاف إلى وقف شيعي وقف سني وقف الديانات الأخرى. الآن يجب هذه دعوة لإرجاع الفروع إلى أصلها إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. نعم. وعمل لجنة من الخبراء لدراسة المزارات، لأن إحنا بالعراق عندنا مزارات كثيرة، مزارات شيعية، مزارات سينية، أديرة، حتى اليهود في الشفل عندهم مزار، هذه كلها ممكن تحويلها إلى سياحة، بس بشرط أنه تكون بأسناد تاريخي، مو أنا باكر عقبة يطلع لي الكاروبة المقدسة. أبو أحمد، أبو أحمد كلامك جميل جدا، بس سؤال واحد. نعم. ورجعوا ودمجوها، ورجعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية للعمل مرة ثانية ودمجوا الوقف الشيعي والسني والأديان الأخرى بهاي الوزارة، الاستثمارات مع الأوقاف السنية والشيعية وين تروح؟ ترجع رجلة من جديد أستاذ أفهم، مو صعبة ترى هذه إذا صير دولة حقيقية، ماكو دولة، إذا صير دولة حقيقية راح يصير تخطيط، راح يصير ميزانية، راح يصير ترتيب، راح يصير جدوى اقتصادية. الآن هاي كلها ماكو، كل واحد خمط فلوس وقاعد حطها بباب وما حد سأل عليها، لأنهم مقسمين الدخل هاي لك وهاي لي. نعم. بينما من ترجع إلى وزارة راح ترجع من جديد ميزانية لها محددة، وأكو لجان، وأكو دراسة، وأكو جدوى، وأكو كل هاي الأمور الأخرى. هذه بالنسبة لها القطارة. المسألة الموضوع الآخر حول الفضح، أي هاي الفترة اللي صار 10 أشهر العراق بدون حكومة وبدون دولة وبدون برلمان وبدون كل شيء، بدأوا مثل الزعابيط، شلون الزعابيط من يتعاركون واحد يفضح الله، فبدأوا كل عيال اللي عنده ملف طلعه وقعد نشر فيديو ونشره للآخرين. أنا حتى ما أطول عليك. الملف الثالث، الحشد اللي وجد في فترة من الزمن أنه قتال داعش وانتهى داعش. نعم. الآن بعد ماكو ما يصير أكو حشد، لازم يصير دولة. الحشد تريد تبقي اللي يصلح من عندهم أحوله إلى الجيش أو إلى الشرطة، ويكون تحت مظلة الدولة، ويكون تحت قيادة عامة ومعروفة للجميع. نعم. الملف الرابع، هذه ترى موجودة بالبصرة من قبل 60 سنة، هذه النزاعات العشائرية المسلحة، ولكن من سنة 68 إلى 2003 تدري أنت من يقدر يشيل سلاح ثقيل؟ نعم. خير البيوم اللي عنده بالشكل الرسمي عنده شنو؟ عند كلاشينكوف، أما عن طريق الجيش الشعب هذا. فلذلك أي إطلاقة تطلع ما تطلع بسهولة، تطلع لأن أكو قانون ومحاسبة. الآن ماكو دولة، ماكو حكومة أصابدة تحكم، فلذلك أي واحد يختلف مع واحد إجا قال له أقامك عشائريا، ما إجا بقامة عشائريا راح على بيتك كتب هذا مطلوب وقعد قتله. وللأسف هذه إذا ما تصير دولة حقيقية، ومو عادة انتخابات، عادة انتخابات ما تصير دولة، لازم يحل الدستور ويعاد من كتابة من جديد وتلغي هاي المحاصفة. وأنا أشكرك جدا أستاذ أفعل. شكرا لك أبو أحمد. يعني أبو أحمد هسه نطى ملخص جميل جدا لإدارة الدولة، ملخص جميل لإدارة الدولة، شون أن الواحد يسيطر على دولة. موضوع اللي موجود جوا إيدنا اللي هو أنت ترى يا نافذة وجدتها قناة الرافدين، الناس اللي تشوف شيء، اللي تقدر توثق لنا شيء، تدزلنا هذا الفيديو أو هذا الخبر أو أي شيء توثقه على أرقام مخصصة لنافذة أنت ترى، وإحنا نطلع لكم إياه. والموجود يانا حاليا هو من نافذة أنت ترى. نافذة أنت ترى اليوم أحد المواطنين، عفوا مجموعة من المواطنين، دزوا رسالة قالوا بها: نحن موظفون تابعون إلى وزارة العدل في محافظة بابل، نعمل في مديرية عقارات المحافظة،
نطالب وزارة المالية والعدل إطلاق رواتبنا المتأخرة من 9 أشهر بحجة عدم إقرار الموازنة، إضافة إلى أنه إحنا ما مشمولين بموضوع الموازنة لأنه موظفين منقولين من وزارة الصناعة إلى وزارة العدل، بسبب أن وزارة العدل هي اللي طلبت حقوقيين، وإحنا موظفين من 30 و20 سنة كنا موظفين بوزارة الصناعة. فالناشد من خلالكم يعني قزوم قناة الرافدين دولة رئيس وزراء وزارة المالية بإطلاق رواتبنا لأنها أصلا متوفرة وموجودة وما نعلم سبب عدم إطلاقها. هاي الرسالة دزوها نصا وهذا الفيديو وياها، خلونا نشوفه. حاليا موظفين بوزارة الصناعة وزارة العدل انقلنا بناء على طلب وزارة العدل إلى بناء على وزارة العدل حقوقين منقولين، وصار لنا 9 أشهر احنا بدون راتب. موافقة من حصلنا؟ حصلنا موافقة وزارة العدل، وتقريبا احنا عددنا 10. عندنا كتاب هسه، عندنا كتاب موافقة من وزارة المالية على إجراء الحذف والاستحداث لنقل خدماتنا مع التخصيص المالي والدرجة الوظيفية، واحنا اصبحنا تقريبا هسه 10 أشهر بدون راتب. الناشد وزير المالية وزير العدل بإيجاد حل لهذه الفئة، لأن يعني كنا عوائل أصحاب عوائل، كل واحد خدمة عندنا أكثر من 25 سنة. إحنا نقلنا بأمر وزارتين المالية والعدل، يعني جتنا الموافقة، ليش هسه ما يرضون يعطونا رواتبنا إلا على الموازنة؟ زين الموازنة شو عليها؟ إحنا بالتخصيص المالي والدرجة الوظيفية نقلنا، يعني إحنا مستحقاتنا كلها موجودة. زين إحنا دراجع ودروح حتى السلفة ما قبلوا ينطونا إياها، يابا إحنا أصحاب عوائل ونريد نمشي أمورنا، ودراجع ونروح لون ممنوع، هذا تريث إلا تنقر الموازنة. زين يا وزير العدل، ما انقرت الموازنة بعد سنة ونص، إحنا شناكل شنشرب، ورانا برقبتنا جهال، ورانا إيجارات. زين الدائرة إحنا مضطهدين ودنتعب، والمراجعين فوق راسنا، ودنتحمل الكهرباء ماكو، دنتحمل المسؤولية، دنتحمل كل شيء، دننطي للوزارة، دننطي للدائرة، ليش ما تراعون حقوقنا؟ هم السياسيين 10 أشهر ما اتفقوا حتى يشكلون حكومة، ايش تتوقعون الموازنه ايش وقت تتفقون عليها؟ محمد كاظم من باب الحياه، كل شلونك استاذ؟ شلون صحتك؟ هلا بيك يا الغالي. الغالي يعني الحقيقه محمود كاظم من محافظه بابل. حياك الله. احنا صار لنا تقريبا نقلنا بناء على طلب من وزاره العدل. نعم. تقريبا الشهر الثاني 2021. نعم. نقلنا. وانتقلنا من وزاره الصناعه 2012. نعم. 2021 هاي صار لنا تقريبا 6 أشهر او اكثر احنا صار لنا بدون رواتب، واحنا اصحاب عوائل الشباب. نعم. يعني احنا اقل عائله بسبعنا فرات مكونه من 10 نفرات، احنا بس عددنا بالمسيد قطع المسيد تسجيل عقاري تقريبا عددنا احنا 5 من خلال مراجعتنا للدوائر دائره عقاري بغداد لدينا اغلب المحافظات نفس الحاله. نعم. من الانبار من الرمادي من الديوان يعني دارت معانا المشكله، يعني مش مشكله نفاق. فاحنا نطالب الناشد وزير العدل رئيس الوزراء بانه نجاد حل مشكلتنا، يعني نطلع عوائل وكلنا كليات عندنا، كلنا كليات يعني طب قصاد، يعني يعني ما يعني كلنا تدينا، يعني روح على فلان جيب مليون، روح على فلان جيب مليون حقيقه يعني. نعم. الى متى انا بعيش فيه؟ نعم. فنريد من وزير العدل ان يجد حل مشكلتنا هاي. زين؟ نعم. يعني يقبل هالشيء وزير. انا بس استاذ محمد، استاذ محمد سؤال الساده المشاهدين اللي ما يعرف الاستاذ محمد كاظم، محمد كاظم اللي طلع في بدايه هذا الفيديو وناشد في قضيه رواتب اللي منقودين من وزاره الصناعه الى وزاره عفوا الى وزاره العدل في محافظه بابل. السؤال اللي ارد اطرحه، انت قلت ب 30/12 الماضي انقلتوا من وزاره الصناعه بامر وزارتين اللي هي المالية والعدل، صح؟ ايوه عندي كتب موافقة انا تابعتها من وزارة العدل. لا هو انا هذا سؤالي، نقلته بامر وزارتين، يعني وزارة المالية تعرف. نعم. وهذا الشيء انتم موثقين وعندكم كتب، وزارة العدل تعرف، فاذا من المفترض ان تنصرف الرواتب. السؤال اللي ينطرح هنا واني كونك انت حقوقي، باقي دوائر الدولة دا تعطيها رواتب لو يقولوا لهم همنا الا على المحاصصة، عفوا الا على الموازنة؟ الموازنة عندي طالب بعدم حق الصحة، قالوا لهم إنه الموازنة هم واطينا بدي نسوي وزارة الصحة، بعد الوزارات عدت 15 وزارات
يقوم كلفه شهريا بناء على طلبات. احنا لحد الان حتى كلفه ما قبلوا. واحنا اذا ضيفه فقره احنا نتنا بناء على امر حذف الاستحداث. نعم مفهوم. درس حذف الاستحداث وتخطيط مالي درجه وظيفيه. وانا عندي الاوامر الاداريه اقدر اديها اذا دز رقم عن طريق الواتساب عن طريق الماسنجر او على شيء. نفس الرقم اللي دزيته عليه الفيديو مالتكم استاذ محمد، نفس الرقم اللي دزيته عليه اللي هو نافذه انت ترى اللي احنا طلعنا من أدى الفيديو مالتكم، دزوا لنا عليه كل شيء موجود عندكم ان شاء الله نعرضه على الشاشه. هذا الرقم على هذا الرقم؟ لا اذا ما مسجل يمك باوع الشريط اللي مال الاخبار اللي جوا باسفل الشاشه تشوفه يم الساعه تابعه بنهايه اكو رقم نافذه انت ترى سجله يمك. ما استاذ بس احنا مناسبه الوزير السيد مصطفى الكتاب سمعوك. شكرا جزيلا لك. انا اريد اوجه سؤال لسياسيين هالوقت، اذا بعض الوزارات وبعض الموظفين والعقود وناس ما عندهم رواتب اليوم بالعراق وتقولهم رواتبكم لازم تنصرف على الموازنه، فلوس العراق وين تروح؟ وليش الموازنه بها عجز؟ اكو هواية اسئله تنطرح بهذا الموضوع، وهواية اسئله تنطرح على ابو الاصلاح اللي يريد يشكل وزاره وما قدر. اخر شيء موجود ويانا اللي هو الهاشتاج. موضوع الهاشتاج اليوم المناشدات والمطالبات لانقاذ اهوار العراق مستمره. اهوار العراق ادرجت على لائحه التراث العالمي، لكن مع الاسف حالها اليوم يهدد وجودها بهاي القائمه بسبب انه الجفاف ضربها من كل جانب. نفقت بها عشرات المواشي ونفقت بها اطنان من الثروه السمكيه. الان الاهوار مهدده بالجفاف بشكل كامل، يعني تتحول من أرض مائية إلى أرض صحراوية أو جافة بسبب التغير المناخي وقطع إيران روافد الأنهر، وتسبب هذا اللي تغذي الأهوار بالماء، تسبب هذا الأمر بجفاف الكثير من الأهوار أو مناطق كبيرة من الأهوار، وأدى هذا الأمر إلى هجرة الكثير من سكان الأهوار بحثا عن الماء والطعام لهم والمواشيهم. لذلك اليوم المغردين تفاعلوا على وسم تراثنا العالمي في خطر. أول تغريدة ويانا على منصة تويتر من عباس الطائي: جفاف الأهوار جريمة أخرى ترتكبها هذه الطبقة السياسية الفاسدة بحق العراق، هاشتاج تراث العالمي في خطر. شهد علي تقول: لست من ساكني الأهوار لكني زرتها كثيرا وتابعتها أكثر، في كل مرة أزورها أحزن كثيرا، مرة لإهمالها وعدم رعايتها والاهتمام بشعبها، ومرة لكابوس فقدان الحياة في هذه الجنة المهملة، هاشتاج تراثنا العالمي في خطر. طيبة آل أمير: كل شيء بالعراق محتاج إنقاذ، أي شيء لدرجة الإنقاذ وصل للأهوار، ما من المعقول يصل إهمال الحكومة إلى أهوار العراق بمثل هكذا إهمال إرث وطني يشكل خطر إلى ما تبقى من الطبيعة. الحكومة مغلسة على كل شيء بالعراق، بالهم وين؟ وآخر تغريدة ويانا بالحلقة من علي هلال: الجفاف الحاصل في أهوار تشبايش في العراق هذه الفترة يتسبب بدمار وانهيار التنوع الأحيائي ونفوق عدد كبير من الأسماك والجواميس اللي تعتبر مصدر رزق ودخل لأهل الأهوار. إذا مشاهدينا الكرام كانت هاي التغريدات حول هاشتاج تراثنا العالمي في خطر، ومواضيعنا اللي تناولناها اليوم مزار القطارة اللي سقط على رؤوس الناس وتنصل الوقف الشيعي من المسؤولية، فضح السياسيين لبعضهم البعض، ومحافظ صلاح الدين المقال اللي استقال من حزب أبو مازن وقال أنا راح أفضح كل شيء وطلب حماية دولية، المفسوخة عقودهم من الحشد، وأيضا النزاعات العشائرية بشكل كبير اللي تسبب بفقدان أرواح الناس، وتكلمنا أيضا عن الناس اللي مدى يطهم رواتب خصوصا من وزارة العدل في محافظة بابل اللي يشتغلون في دائرة العقارات بالمحافظة. اللي يسأل هنا سياسيين تلاحظوهم دا يتعاركون، هذا يقول أنا الكتلة الأكبر، وهذا يقول أنا اللي فزت بالانتخابات، هذا يقول من حقي أشكل الحكومة، وهذا يقول لا أنا من حقي أشكل الحكومة، واثنيناتهم دا يتعاركون ويجيبون هذا الصف هذا وذاك الصف ذاك، دا يشكلون تحالف أكبر حتى ياخذوا رئاسة وزراء ودا يتناحرون على كرسي. بس من نباوع على حال العراق تلقيهم
متعاركين على الكراسي، متخبلين على هذا الكرسي حتى يصير رئيس وزراء، وتصير له حمايات وسيارات مصفحه وفلوس ورواتب وسفرات، ويطلع ويرجع وجواز دبلوماسي، وحوار العراق ده جف. الناس ما عندها رواتب، اسماك تروح ما يهم، مواشي تموت ما يهم، حمى نزفيه بالعراق ما يهم، كوليرا بالعراق ما يهم، كورونا بالعراق ما يهم، مستشفيات تحترق والناس تصير بداخل فرن ويموتون داخل المستشفيات ما يهم، ناشطين ومدونين يختفون يعذبون يقتلون ما يهم، بس اللي هم الكرسي. العراقي بشكل عام بالنسبة لهم ما يهم، بس اللي هم الخشب اللي يقعد عليه. سؤال ليش؟ الجواب مو يمي، جواب يمكم أنتوا يا العراقيين، والجواب يمهم هم أكيد. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامجكم صوتكم باشر بإذن الله بنفس الموعد. أتمنى أن نشوفكم على خير، في أمان الله.